ارتكابي. حسناً، لقد فزتما. أحسنتما صنعا. أوه، لم أرى في حياتي مثل هذين الشبلين. أنتما في غاية الروعة بالفعل. هذا ما أبحث عنه تماما. وماذا تعني؟ من أنت؟ أعذرني، أنا سيدريك، مالك حديقة سفاري، وأود ضم هذين الشبلين إلى حيوانات حديقتي. كم تطلبون؟ سأدفع نقدا. لكنهما ليسا للبيع. ما الأمر يا بني؟ إنه يريد شراء الشبلين. نحن عائلة واحدة، لا أحد للبيع. أوه، إذن علي التحدث إلى مدير الحديقة. لا تتعب نفسك، سيقول لك المدير الشيء ذاته. هذا لا يصدق، متى أصبحت الفيلة والأطفال يتخذون القرارات؟ من يظن نفسه؟ ها؟ علينا أن نخبر المدير حالا. بني، ريكو، اقتحم اللصوص مكتبي. ماذا؟ والأسوأ هو أنهم سرقوا صندوق النقود وهو كل ما نملك. هيا هيا إلى مكتبي. ربما تركوا دليلا يقودنا إليهم. سأتولى البحث في الخارج وأنت في الداخل. سرقت نقودهم، هذا يعني أنهم الآن في حاجة إلى نقودي. سيصبح الشبلان ملكي قريبا. مرحبا يا أصدقاء، اختفى صندوق نقود الحديقة. دعوا الأمر لي، سأتصرف. لن يجد من سرق الصندوق غير التحري كوكو المختص بالقضايا الصعبة. كان الصندوق في الدرج. لقد دخل اللص عبر النافذة. كيف سأدفع ثمن طعام الحيوانات؟ لا تقلق أيها المدير، سنجد اللص قريبا وسنعيد صندوق النقود. أوجدت شيئا؟ يوجد آثار أقدام، لكنها تخص حيوانات. هناك شيء خلف الأجمة. منحذرا. إنهما لوب ولاب. هاي، بماذا تلعبان؟ قد يكون هذا دليلا. أعطني إياه. لابد أنها قبعة اللص. أحسنت، أنت تحر ماهر. أحسنتما صنعا، أنتما أفضل مما ظننت. يشرفنا كثيرا أن نعمل معك، فأنت أشهر لص سمعنا به على الإطلاق. أجل، هذا ما أنا عليه. أمن خطط أخرى؟ بالطبع، سرقة الصندوق كانت للتسلية. سنسرق ما هو أضخم. مثل ماذا؟ مثل السوق التجارية المركزية، إنها إحدى خططي. أريد قبعتي أولاً. أوقعتها في الحديقة. مستحيل، لا وقت لدينا الآن. اسمع يا سيد جاك، سأخذ الطعام الآن وسأدفع ثمنه لاحقا. أحدهم سرق نقود الحديقة. كالعادة، لن تدفع ثمن الطعام نقدا. سندفع لك حالما نستعيد الصندوق. هل وجدتما شيئا؟ لا شيء سوى قبعة. حسنا، اتصلوا بي عندما تجدون النقود. لكن الحيوانات في حاجة إلى هذا الطعام يا سيد جاك. هذه ليست مشكلتي، لا طعام بلا نقود. لكنك تعرف أننا سرقنا. هذه مشكلتكم، لن تأكل الحيوانات على حسابي. يا لحظي السيء. لا تقلق أيها المدير، سنجعل الشرطة تتولى القضية. سأخبركم شيئا لا جدال فيه، إن ذلك الفيل لن يجد اللص أبدا، لذلك من الجيد أن التحري الشهير كوكو قد تولى هذه القضية. لابد أن اللص يختبئ هنا. سلم نفسك. إنها إهانة كبيرة لتحر شهير مثلي.
قنفذ يتعدى على ألمع التحريين. بما أساعدكما؟ دعنا نفكر قليلا. خطة روني رائعة، وهذا أفضل جزء فيها. سأعود على الفور. نجحنا. بسرعة. أظن أن شيئا قد وقع. يا إلهي، ما الذي حدث؟ رتب المعلبات جيدا. توقفوا توقفوا، هاي توقفوا. أمسكوا باللصوص، أموالي أموالي. من الصعب إيجاد اللص هكذا، فأنتما لا تعرفان أوصافه. لدينا قبعته، إنها دليل هام. القبعة ليست دليلا، قد تكون لأحد الزوار. كانت خلف منزل المدير. حسنا، الجريمة سرقة نقود الحديقة، أوصاف المشتبه به لا شيء، الأدلة غامضة. مركز الشرطة. الشرطة؟ دخل لصوصا إلى السوق التجاري وسرقوا صندوق المحاسبة وهربوا. أقلت إن السوق التجارية قد سرقت؟ من الأفضل أن تسرعوا قبل أن يهرب أولئك اللصوص بعيدا. حسن، سأتي إليك على الفور. أسمعت يا ريكو؟ سرقت السوق التجارية المركزية أيضا. أعتذر منكما، علي الذهاب. وماذا عنا؟ حققا في الأمر كما تشاءان. ماذا سنفعل؟ خطرت لي فكرة. من يساعدنا دائما في مشاكلنا؟ الآنسة كارلا. أنتما تعرفان الوضع، علينا أن نقتصد قليلا حتى نستعيد النقود. لا تقلقا، بيني وريكو تحريان جيدان، سيعيدان نقود الحديقة قريبا. سأدفع مبلغا كبيرا ثمن الشبلين، وأنا مستعد لإعطائك المبلغ نقدا أيها المدير. لا لا لا، حيوانات الحديقة ليست للبيع، أفهمت؟ سيمكنك هذا المبلغ من تأمين الطعام. لسنا في حاجة إلى نقودك لإطعام الحيوانات. كما تشاء، وداعا. لن أستسلم أبدا، سأحصل على الشبلين بأي ثمن. لا يعجبني هذا الرجل، إن مظهره يثير الشكوك. سأتحرى أمره عن قرب، فحدسي لا يخطئ أبدا. عندما يظهر المجرمون يختفي ذلك الفيل كالعادة، لكن التحري اللامع كوكو يسيطر على الوضع دائما. إن هذه العارضة ستقتلني يوما. اقتحموا مكتب المدير وسرقوا النقود، وتريد أن تنشر إعلانا عن هذا؟ أجل، سرق صندوق نقود الحديقة، يرجى إعادته. المكافأة زيارة الحديقة مجانا. ولكن يا بني، لن تجدي هذه الطريقة نفعا، لن يسلم اللص نفسه ببساطة. أظن أن الآنسة كارلا على حق. ما قصة هذه القبعة يا ريكو؟ وجدناها في موقع الجريمة. وجدتها، القبعة. إليك هذا الإعلان، سنقول من أضاع قبعة يجدها عندنا. أجل، ومن سيأتي لأخذها سيكون اللص. هذا هو التفكير الصائب، أنتما تحريان بارعان، سينشر الإعلان بعد الظهيرة، ومن يأتي لأخذ قبعته سنقبض عليه. تورو. ماذا أرى؟ يبدو أن أعمال السرقة مزدهرة، لابد أنهم لصوص الحديقة ذاتهم. الحظ يحالفني. جيد. أستطيع أن أشتري بوقا كبيرا من المثلجات اللذيذة. لن ننفق شيئا الآن كي لا ينكشف أمرنا. سنخبئ النقود في القابو.
ألم تسمع ما قاله روني؟ مرحبا. ما الذي أراه هنا؟ لا شيء. أعرف كل شيء، لقد سرقتم الحديقة والسوق التجارية. هل أنا محق؟ اقرأوا. أنتم مشهورون في مدينة الربيع، لكن لا تقلقوا، لن أبلغ عنكم. من هو الزعيم هنا؟ أنا الزعيم. سأعرض عليك عملا، لنتحدث على انفراد. حسنا، تفضل من هنا، وأنتما خبئا المسروقات، مفهوم؟ سأخبئ النقود بمفردي، فأنا لا أثق بك. اجلس. اسمع الأخبار، تقول عناوين الصحيفة: صناديق نقود مدينة الربيع في خطر، لصوص مجهولون. ها؟ ما هذا؟ تبدو مثل قبعتي. من أضاع هذه القبعة فليأتي لاستلامها على هذا العنوان، مبنى صحيفة الربيع. علي الخروج قليلا. لا تتأخر. ماذا سنفعل إن لم يأتي أحد لأخذ القبعة؟ عليك أن تصبر، الصبر من شيم التحري الجيد. هذا ما تبقى من طعام. بيني، ريكو، ها أنتما. اتصلت الآنسة كارلا، تريدكما أن تذهبا إليها. حسنا، أرأيت يا ريكو؟ ذلك الفيل عديم الفائدة. قبعة؟ إنها دليل تافه، سيجد التحري كوكو أدلة حقيقية. كنغر صغير، ماذا تخبئ في جرابك؟ هل صندوق النقود هنا؟ ولكن أعدها إلي. قد يأتي أحد لأخذ القبعة في أي لحظة، عليكما أن تختبئا هنا ولا تخرجا حتى أقول اقبضا عليه. علينا أن نتأكد من أنه اللص قبل أن نمسك به. تفضل. مرحبا. ادخل من فضلك. أنا صاحب القبعة المعلن عنها. هل تعني هذه القبعة؟ ليس بهذه السرعة يا سيد، كيف أعرف أنها قبعتك حقا؟ كيف أقنعك؟ أين أضعت القبعة ومتى؟ أضعتها أمس، حيث ذهبت مع اثنين من أصدقائي إلى الحديقة لنسرق شيئا، أقصد لنتمشى قليلا. يبدو أنها قبعتك. شكرا. لما تركته يذهب؟ إنه لص. ولكن يا ريكو، قال إنه لم يكن وحده في الحديقة، علينا اللحاق به. أجل، وهكذا سنقبض على شريكيه ونستعيد صندوق النقود. هيا لنقبض على اللصوص، سألتقط صورا رائعة. كانت سرقة نقود الحديقة عملا احترافيا، أهنئك. شكرا جزيلا. ماذا كنت تريد؟ من سرق شيئا من الحديقة مرة يمكنه أن يكررها، صحيح؟ بالطبع. ماذا سأسرق؟ هناك شبلان أود الحصول عليهما، هل هذا الأمر صعب عليك؟ صعب علي؟ سأسرقهما وسترى. احذرا، لا نريده أن يرانا. اختبئا. لن يستطيع بيني أن يشتري شيئا، فنقود الحديقة كلها معنا. يسرني العمل معك يا سيدي. وأنا كذلك، أراك لاحقا. صفقة مربحة. أي،
استيقظ أيها الأخرق، لا وقت للنوم. أين هنكي؟ خرج لحاجة ما، لن يتأخر. لابد أن هذا مخبأهم. ها؟ إنه الرجل الذي أراد شراء لوب ولاب. هذا صحيح. رائع، يا لها من قصة. هل تستطيع أن ترى شيئا يا بني؟ لا هذا مستحيل، لكن ريكو يستطيع. أترى شيئا؟ أجل. وأخيرا. لقد استعدت قبعتي. لا تهمنا قبعتك المزرية، إن لنا عملا جديدا. اسمعاني، سنعود إلى الحديقة. لكن نقود الحديقة في حوزتنا. وأنا أخفيتها بنفسي. يا إلهي، هذه المرة سنسرق منها الشبلين من أجل السيد سيدريك، سيدفع لنا بسخاء. لقد طفح الكيل، سأضع لهم حدا. لا يا بني انتظر. أخفضا صوتيكما. سرقوا النقود والآن يريدون سرقة الشبلين. لن يعترفوا بأي شيء، وقد أخفوا صندوق النقود، فكيف سنثبت جرمهم؟ إنها محقة، علينا القبض عليهم متلبسين. إذن لابد أن ننصب لهم فخا. فكرة سديدة يا بني. أجل، وستشترك فيها الحيوانات. سنستمتع كثيرا. لقد حان موعد إغلاق الحديقة، علي البقاء متيقظا. هكذا يكون التحري البارع. الصحفية والصبي تسكعان كالعادة، وذلك الفيل يثرثر مع الحيوانات بدلا من المراقبة. من الجيد أنني هنا، ستكون ليلة آمنة جدا، فلن يجرؤ اللصوص على الظهور. إنه لص. إذن هل فهمتما الخطة جيدا؟ تماما، عندما ننفذ خطتنا تظهر أنت وتقبض على اللصوص، نحن نعتمد عليك. شكرا لك أيها الرقيب. هل اقتنع يا آنسة كارلا؟ أجل يا ريكو أجل. الجميع مستعدون. رائع، بقي أن ننتظر اللصوص. وأخيرا سيصبح الشبلان ملكي. أستمتع جدا بالسرقة. بالسرقة. السرقة ممتعة جدا. سأنتظركم، انطلقوا. انتبه يا أحمق. تحرك الحجر من مكانه. كفاك غباء، هيا. من هناك؟ لا أحد. أكان الممر مسدوداً؟ لا أذكر. يا لغبائك، لم يبقى أمامنا سوى ذلك الطريق، ولكنه طويل للغاية. هيا. أحسنت يا راندي. والآن كيف سنعبر؟ أجل، كيف؟ من هنا، فوق الصخور. هه.
ماذا حدث؟ لقد تحرك الحشر. كفى، سئمت سماع هذا الهراء منكما. تظاهرا بالنوم الآن. دعينا نختبئ، سيصلون قريبا. لقد وصلنا، ها هما هناك. هيا أحضر الشبلين. ماذا؟ لكنه عرين الأسود. هيا تحرك. حسنا كما تريد، فأنت هو الزعيم. هذا جيد. أمر سهل صحيح؟ الرحمة. أحسنتما أيها الأسدان، ها قد أمسكنا بكما أخيرا. سأنجو بنفسي. انظر يا بني، الجبان روني يحاول الهرب. لن يفلت منا. حسناً، مساء الخير أيها اللص، هل تحاول الهرب؟ أنا؟ لا، كنت مرة من هنا بالصدفة. أها، وسرقت صندوق النقود بالصدفة أيضاً؟ ماذا؟ أنا؟ جيجي، هزيه. والآن، أين خبأت نقود الحديقة؟ عما تتحدث؟ تصرفي يا جيجي. توقف أرجوك، أشعر بالدوار. أحسنتما، ما الأخبار؟ اللص على وشك أن يخبرنا بمكان صندوق النقود، أليس كذلك؟ أجل، لكن يكفي هزا، سوف أخبركم بكل شيء. تورو. ربما اكتشف أمرهم، سأهرب من هنا. هذا ليس وقت الأعطال. لما العجلة؟ تورو. ماذا حدث؟ لقد أمسك ذلك الفيل باللصوص. كيف سأنظر في أعين زملائي التحريين؟ من الأفضل أن أستقيل. هذا ثمن الطعام. شكراً أيها المدير. انتهى كل شيء على خير، ابتسموا. وأخيراً حصلنا على الطعام. وعلى الصندوق أيضاً، مع أنه فارغ. لم تكن الخطة لتنجح لولاك. لا تنسى أنها خطتك أنت. تورو. طفح الكيل، لماذا تريدين إزعاجي؟ أتعلمون؟ لم يعجبني عمل التحريين، فالقبعة مزعجة. وداعاً.